تحقيقا للموافقه ليكون الماموم موافقا لامامه ونفيا للمخالفه لان الامام اذا لم يجوز وجود الماموم فلم تعطي هناك الموافقه بل قطت المخالفه وان صح المتم لا يسجدان يعني ان المتم مثلا قراءه التشهد في الصلاه في هي واجبه هي واجبه الامام قد اتم صلاته وقرا التشهد ولكن المؤتم او المقتدي انه كان ساكتا فلو كان منفردا وجب عليه سجده السهو ولكن هو وراء الامام فلا اعتبار لما فات عنه وان صح المؤتم لا يسجدان اي لا يسجد الامام ولا المأموم لان الامام ليس بتابع للامام ولا احدهما لانه لو سجد المؤتم فقد خالف امامه وإن سجد الإمام يؤدي إلى قلب موضوع قلب الموضوع مين؟ الإمام صار ماموما والمأموم صار إماما كأنه خلف الإمام من هو اللاحق؟ اللاحق هو الذي صلى أول صلاة مع الإمام أول صلاة مع الإمام ولكن نقض وضوء على بالنسبة إلى البناء نقض وضوء فذهب إلى الوضوء وتوزأ وجاء لكي يتم صلاة فهذا يقال له اللاحق واللاحق في صلاته إلى الخاتمة أو إلى ختام الصلاة كأنه ماموم رغم أنه ليس وراء الإمام ولكنه صلى أول صلاته وراء الإمام فآخر صلاته وراء الإمام كذلك ولأجل ذا لا قراءة عليه في الركعتين أو الركعات الصلاة وقتها ديان بها كنا وكنا نحبها إذا الناس ناس في الزمان والزمان ديان بها كنا وكنا نحبها إذا الناس الناس الزمان ففي ذاك الزمان يا سبحان إنهم كانوا يلعبون بالصرف والنحو والأدب العربي كانوا تايس بأيديهم يعني أي الكتب كانوا يعني يتعلمون منها هي نفس الكتب أم يعني نفس الكتب أيش لا لا إنهم قطعوا كثيرا من الكتب إنهم قطعوا من النساء كثيرا من الكتب إذا ما أدرس الواو على كل حال لأن التنفل بالخمس غير مشروع يعني لما؟ لما نحط بكسر الواو ما تفنن هذا تفنن هذا ما قلت لك نحن نلعب بالصرف والنحو لأن التنفل بالخمس غير مشروع وقال محمد بطلت الصلاة اصلا بناء على اصل وهو انه متى بطلت الفرديه انه اذا ما قام الى الخامسه وصلنا للخامسه ما ذلك بطلت الفرديه بطلت الفرد وانه قد نوى للفرض وانه قد نوى فبطل اصل صلاته ولا تصير نفلا بطل اصل صلاتي ولا تصير والامام ابو حنيفه رحمه الله عليه والقاضي ابو يوسف رحمهما لا انهما يقولان بطل وصف الصلاه لا اصل الصلاه وصف الصلاه الوصف هي الفرضية فإذا ما بدلت الفرضية صارت نفلية أصل الصلاة